مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم خاصة جدا بالتحديد لأننا بنتكلم قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز، واللي هتنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء. بالتالي الحلقة هتكون على مدار 45 دقيقة بس، هنحاول نتكلم فيهم عن كل كواليس ما قبل هذه المباراة وتحركات لاعبي النادي الأهلي في فندق الإقامة واستعداداتهم الأخيرة لمباراة الأهلي والإسماعيلي. وبإذن الله بإذن الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة ويفوز وياخد 3 نقاط أخرى في رصيده، ويبقى الفوز السابع على التوالي، وهيبقى شيء مميز جدا إن شاء الله بإذن الله تعالى موفقين. بيتي سؤال حلقتنا النهاردة: توقعاتك لنتيجة مباراة الإسماعيلي والأهلي اليوم. يعني نستعرض توقعات حضراتكم من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، ونشوف تتوقعوا إيه. وأكيد إن شاء الله التوقعات هتكون أكتر بالنسبة للنادي الأهلي يكون بإذن الله بإذن الله في يوم النهاردة ويكسب. عايز أروح سريعا لأهم عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. الليلة الأهلي يواجه الإسماعيلي لمواصلة سلسلة الانتصارات بالدوري. أحمد فتحي يخضع لفحص طبي غدا لتحديد موقفه من التدريبات. تحت شعار لا وقت للراحة، الأهلي يبدأ غدا الاستعداد للاتحاد. ورسميا ليفربول يضم الياباني مينامينو. طيب نبتدي سخنين كده بسرعه ونجهز نفسنا للمباراه ان شاء الله. يعني بعد ايه 2:30 من دلوقتي بالظبط مباراه الاهلي والاسماعيلي، عايزين نقرب من الصوره بشكل اكبر. نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي على الهواء مباشره من مقر اقامه النادي الاهلي في الاسكندريه، واستعدادا لمباراه اليوم امام الاسماعيلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك زميلي أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي بالأسكندرية، آخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق نادي الإسماعيلي في الجولة التاسعة للدوري المصري لموسم 2019-2020. حالة من الجاهزية أمير، خليني أقول لك حالة من الجاهزية، حالة من الاستعداد بين لاعبي النادي الأهلي والتركيز وارتفاع الروح المعنوية من جانب لاعبي النادي الأهلي لمواجهة فريق نادي الإسماعيلي في هذا اللقاء. أقول لك سيناريو اليوم النهارده أمير: الفريق تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 9 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 1:30 ظهرا، في محاضرة فنية طبعا مستر ريني فايلر هتبقى في تمام الساعة 5:30، تبقى لمدة 10 دقائق، ثم التوجه إلى استاد الماكس في تمام الساعة 6:45. بمشيئة الله زي ما قلت لك أمير، في حالة من الجاهزية عند لعيبة النادي الأهلي. طبعا في مجموعة من الغيابات: غياب عمرو السولية، غياب أحمد فتحي، غياب رمضان صبحي، مجموعة من اللاعبين المؤثرين للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، أكيد يعني ليهم تأثير وليهم تقولهم. لكن دايما عهدنا بلعيبة النادي الأهلي إن هم دايما على قدر المسؤولية، واي 11 لاعب موجودين في ارض الملعب ان شاء الله هيكونوا قادرين على تحقيق الانتصار ان شاء الله ومواصله سلسله انتصارات النادي الاهلي في الفتره الاخيره سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. طبعا مستر ريني فايلر كان اعلن قائمه ال20 لهذا اللقاء اللي ضمت محمد الشناوي وشريف اكرامي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الدفاع رامي ربيعه وايمن اشرف وسعد الدين سمير ومحمود متولي، محمود وحيد وعلي معلول ومحمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، حسام عاشور، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، جيرالدو داكوستا، احمد الشيخ ووليد سليمان، وثلاثي خط الهجوم جونيور اجايه، مروان محسن، وليد ازارو. ان شاء الله امير كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. يعني موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل امير موجودين معاك. طيب فاروق بالتحديد عايز اسالك عن جاهزيه محمد الشناوي، لان في اقاويل كثيره خلال الساعات الماضيه ان الشناوي مش جاهز واحتمال اكرامي هو اللي يلعب هذه المباراه. قول لنا الحقيقي ايه، هل الشناوي هيلعب ولا لا؟ لسه حتى الان يا امير، يعني زي ما انت عارف دايما ان مستر ريني فايلر بيحسم هذا الامر في المحاضره الفنيه، حتى الان لم يحسم مشاركه محمد الشناوي بنسبه اكيده او مشاركه شريف اكرامي، سواء تواجد محمد الشناوي او تواجد شريف اكرامي، كلا الحارسين يعني على قدر المسؤوليه ان شاء الله، كل التوفيق سواء محمد الشناوي او شريف اكرامي. وايضا الحارس اللي موجود معانا
لا الجاهزيه حتى الان يا امير لم يحسم الامر. محمد الشناوي موجود لسه، يعني حتى الان الامر لم يحسم، يعني تقدر تقول نسبه 50 50، والامر هيكون بعد المحاضره الفنيه بمشيئه الله. طيب التحرك هيبقى امتى؟ الاستعدادات الاخيره بالنسبه للاعبين، المحاضرات، هل كان في محاضرات بالنسبه للفريق على مدار عقب وصول الفريق بالامس والنهارده كمان؟ طبعا يا امير كان في محاضره ما بين المستر ريني فايلر وجهازه المعاون لمتابعه لقاءات الاسماعيلي في الفتره الاخيره، ويحث لاعبي النادي الاهلي على مواصله الاداء بالصوره الجيده والمنتظمه اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره. عقد مستر ريني فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ جلسات مع اللاعبين. النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ عقد اكثر من جلسه مع اللاعبين، سواء اثناء وجبه الغداء اللي بحث اللاعبين على الاداء الجيد والتركيز في، وحث اللاعبين على اهميه لقاء الاسماعيلي وضروره الفوز في هذا اللقاء واستكمال مشوار النادي الاهلي للحفاظ على درع الدوري. زي ما قلت لك المحاضره الفنيه هتكون في تمام الساعه 5 او النصف، ثم التحرك هتبقى لمده 10 دقائق، ثم التحرك الى استاد الماكس في تمام الساعه 6 الا ثلث باذن الله امير. طيب بالنسبه للعنصر المناخ، الاجواء عندك عامله ايه؟ الجو برد جدا، في امطار، الامور اخبارها ايه بالتحديد في ما يتعلق باجواء هذه المباراه يعني؟ لا خليني اقول لك يا امير ان الطقس النهارده يعني بصوره ممتازه جدا، حاله الجو متميزه جدا، درجه الحراره تتراوح ما بين 18 ل 19 درجه مئويه. ان شاء الله الاجواء يعني ان شاء الله تكون اجواء مناسبه وملائمه ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كبيره طبعا زي ما احنا متعودين ما بين الاهلي والاسماعيلي، مباراه نتمنى فيها طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. مش عارف حاسك خايف او قلقان كده يا فاروق من موضوع الماتش، يعني ان شاء الله هنكسب ما تقلقش يعني. لا مطمئنين باذن الله يا امير، كلنا ثقه طبعا في لعيبه النادي الاهلي وثقه في الجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي، يعني ما شاء الله زي ما قلنا يعني في وجود او عدم يعني غيابات رمضان صبحي وعمرو السوليه واحمد فتحي، اكيد زي ما قلنا يا امير لعيبه مؤثره، ولكن لعيبه النادي الاهلي موجودين قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار. كلنا ثقه وكل جماهير النادي الاهلي ثقه في فريق النادي الاهلي، وان شاء الله قادرين على تحقيق الثلاث نقاط وتحقيق الفوز السابع على التوالي في الدوري الممتاز ان شاء الله. زميلنا العزيز المتميز فاروق صلاح مراسل القناة الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من مقر اقامه الفريق في الاسكندريه، واستعدادا لمباراه الاسماعيلي بعد ساعتين من دلوقتي ان شاء الله الفريق يكون موفق، او ساعتين ونص بالتحديد يعني المباراه 7:30 مساء على ملعب الماكس. طيب اخبار الاهلي نتكلم فيها برضه ونشوف الدنيا وصل لحد فين. مستر فايلر طبعا عنده محاضره زي ما قال لنا فاروق كده قبل التحرك، محاضره للاعبين يعني بيذكر اللاعبين بواجباتهم والمطلوب منهم على مدار احداث اللقاء، واكيد هيعلن فيها التشكيل الرسمي لمباراه النادي الاسماعيلي، والكثير بيتنبأ بتشكيل الاهلي خصوصا في ظل عدد من الاصابات اللي بيعاني منها الفريق على مدار الايام الماضيه والغيابات من خلال هذه المباراه. طبعا الكواليس اللي حضراتكم شايفينها دي كواليس طبعا حصريه للنادي الاهلي من داخل مقر اقامه الفريق، واحنا هنبقى معاكم لحظه بلحظه على مدار 45 دقيقة لقيت كلام في الميديا. فبالتالي المحاضرة أكيد هتكون مهمة، ومحاضرة بتبقى معتادة قبل تحرك الفريق، إن شاء الله يكونوا موفقين في مباراة اليوم. فايلر يتابع كمان تطورات حالة حمدي فتحي ومحمد محمود. أنتوا متخيلين الاسمين، اسمين تقال جدا بيفقدهم النادي الأهلي، سواء حمدي فتحي أو محمد محمود، والاثنين في نفس المكان وعنصرين مهمين قوي في صفوف النادي الاهلي. يا رب يا رب باذن الله تعالى يعودوا سريعا. اصابات مختلفه بالنسبه للاثنين، محمد محمود رباط صليبي، حمدي فتحي غضروف، الاثنين عملوا الجراحه خلاص وفي طريقهم للعوده، وفي برنامج تاهيلي خاص بيهم ومتابعه دائمه من مستر فايلر المدير الفني للاصابات في النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يعودوا سريعا. المتابعه بتبقى اول باول، وده يدل على اهتمام مستر فايلر بكل صغيره وكبيره، حتى لو لعيبه او اثنين لعيبه او عدد معين من اللاعبين مش في حساباتك الفتره دي، لكن انت عايز تعرف حالتهم ايه، هيرجعوا امتى، هستعين بيهم امتى، تطورات الامور ماشيه بالنسبه لهم بشكل جيد ولا لا، وده امر مهم جدا عند اي مدير فني بالمناسبه. في مديرين فنيين مش بيركزوا في الحاجات دي قوي، يقول لك انا ايه اركز مع المتاح بالنسبه لي، الجاهزين معايا، وقت ما يرجع اللعيب يرجع. لا، الراجل في الحقيقه مركز في كل حاجه، وده امر ايجابي جدا. يعني نفس الحال بيطمن مستر فايلر
على السوليه وياسر ابراهيم قبل مران الغد، ده هيبقى بكره ان شاء الله. ان شاء الله بس نخلص من مباراه النهارده كده ونكسب وناخد ثلاث نقط جديده، وبعد كده نشوف الامور هتستقر على ايه خلال الفتره اللي جايه وتمشي ازاي. لكن في كل الاحوال احنا عارفين ان السوليه عنده نزله برد قويه منعته من التواجد في معسكر الفريق النهارده، وبالتالي عدم التواجد في مباراه الاسماعيلي. وبالنسبه لياسر ابراهيم شد في العضله الضمه، يعني السوليه بياخد ادويه البرد وياسر ابراهيم عنده برنامج خاص لتجهيزه، فالامور هتتضح بشكل اكبر مع مران الغد باذن الله تعالى، ويكون مران سعيد على اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز باذن الله على الاسماعيلي. بالنسبه لاحمد فتحي وموقفه هيتحدد امتى؟ هيتحدد من خلال التدريبات الجماعيه بكره ايضا باذن الله، فهيكون في فحص طبي بالنسبه لاحمد فتحي، نتيجه الفحص دي هتحدد امتى يرجع احمد فتحي التدريبات الجماعيه. لكن ان شاء الله باذن الله يوم او يومين بالكثير احمد فتحي ينضم للتدريبات الجماعيه، وممكن ان شاء الله يوم الاثنين يكون متواجد في قائمه النادي الاهلي في مباراه الاتحاد السكندري، وهي اخرى مباراة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية مباراة الاتحاد السكندري. كل المباريات مهمة، لكن أنت لما تعدي ماتشين بحجم ماتشات الإسماعيلي والاتحاد يبقى قطعت شوط بإذن الله يكون مميز في مشوارك في بطولة الدوري. إحنا عارفين إن أحمد فتحي عنده آلام في الركبة بعد مباراة الحرس، فبالتالي خد أو غاب عن التدريبات الجماعية وكان ليه تدريبات علاجية، وإن شاء الله يعود سريعا. رمضان صبحي والغياب المؤثر الكبير، مؤثر من حيث أداء اللاعب على مدار الفترة اللي فاتت، لكن كل لاعب داخل قائمة النادي الأهلي فهو أيضا مؤثر، وهو أيضا هيكون مهم جدا في تشكيلة وخطط واستراتيجية مستر فايلر. لكن في كل الأحوال رمضان بعد ما اتصاب مزق في العضلة الخلفية في مران يوم الثلاث اللي فات خد راحة يومين، فبالتالي أربع وخميس اللي هو امبارح والنهاردة وبكرة إن شاء الله هيكون متواجد في التدريبات عشان يبقى فيه فحص طبي للاعب. بناء على هذا الفحص هيتم تحديد البرنامج العلاجي الخاص برمضان صبحي، والأمور بالنسبة له هتبقى ماشية من خلال إيه؟ هل هيلجأ لحقن البلازما ولا مش هيكون محتاجة؟ ده اللي هيحدده طبعا طبيب الفريق الدكتور خالد محمود. طيب في المقابل كان في مران الغائبين عن مباراه الاهلي والاسماعيلي، احنا عندنا مجموعه مش يعني غائبين عن هذه المباراه، هم صلاح جمعه وصلاح محسن، عمار حمدي، حسين السيد، ومحمد عبد المنعم، وغيابات لاسباب فنيه. فبالتالي كان عندهم تدريبات تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل، واكيد تدريبات بالنسبه لهم كانت بدنيه ومهمه جدا. طيب بكره على طول ما فيش راحه، يعني بكره على طول الفريق هيتمرن ويستعد لمباراه الاتحاد اللي هتكون يوم الاثنين الجاي باذن الله، وان شاء الله يكون موفق النادي الاهلي في المباراتين دول بالتحديد، سواء مباراه اليوم او مباراه الاتحاد. نركز بس في ماتش النهارده. في كل الاحوال نادي الاسماعيلي فريق كبير جدا، ومباراه بتبقى صعبه ومثيره وشيقه، وبيبقى فيها اداء مميز من الفرقتين، ودايما بتبقى خارج التوقعات على غرار مباريات الاهلي والزمالك، لكن الفرقتين جاهزين وان شاء الله نشوف مباراه فنيا تكون مميزه، والاهم ان شاء الله الاهلي يوفق ويفوز فيها. ده فيما يتعلق بكل جديد يخص النادي الاهلي. خلينا اقول لحضراتكم احصائيات مباريات الاهلي والاسماعيلي. الاهلي والاسماعيلي لعبوا 115 لقاء، النادي الاهلي على مدار تلك المواجهات قدر ان هو يفوز في 59 لقاء، الاسماعيلي فاز على الاهلي في 22 لقاء فقط، والفرقتين اتعادلوا 34 مباراه على مدار تاريخهم في بطوله الدوري. سجل الاهلي 168 هدف في شباك الاسماعيلي، وسجل الاسماعيلي 94 هدف في شباك الاهلي. عدد مسجلي اهداف الاهلي في الاسماعيلي 89 لاعب، عدد مسجلي اهداف الاسماعيلي في الاهلي 57 لاعب، وباذن الله يقفوا عند هذا العدد يعني باذن الله. او ما يكونش في لاعب جاب جون قبل كده في الاهلي ويجيب النهارده، يعني المهم الاسماعيلي ما يجيبش جوان، الاهلي هو اللي يجيب ان شاء الله النهارده. طيب المواجهات من 2010 الاهلي لعب الاسماعيلي في الدور الاول 1-1 تعادله، والدور الثاني كان الفوز الاخير للنادي الاسماعيلي على النادي الاهلي بنتيجه 3-1، وكان ساعتها تحت قياده الكابتن حسام بدري. المباراه كانت في الاسماعيليه، وبالمناسبه كانت اخر مباراه اتلعبت في ملعب او استاد الاسماعيليه يعني.
موسم 2011 واللي تم الغائه، كان في مباراه اتلعبت الاهلي كان كسبان فيها 2-1، وايضا مباراه اخرى كانت الاهلي واسماعيلي 1-0 النادي الاهلي. 2014 الاهلي لعب الاسماعيلي وتعادلوا 0-0، و2015 1-1 ما بين الفرقتين، وفي موسم 2016 الاهلي فاز على الاسماعيلي 1-0، الاهلي فاز في 2016 ايضا في الدور الثاني على الاسماعيلي 2-1، وايضا فوز للنادي الاهلي 1-0 على الاسماعيلي في 17/9/2016. عام 2017 تعادل سلبي الدور الاول وفوز النادي الاهلي في الدور الثاني 2-1. 2018 1-0 النادي الاهلي، اعتقد كان وليد ازارو اللي جاب الجون ده على ما اتذكر يعني في الدور الاول، والدور الثاني كان تعادل يعني بغض النظر عن المواسم، لكن كان تعادل اخر مباراتين ما بين الاهلي والاسماعيلي كان تعادل 1-1 ما بين الفرقتين، وان شاء الله ان يكون فوز حليف النادي الاهلي في مباراه اليوم. ده فيما يتعلق ب مباراة الأهلي والإسماعيلي النهاردة، عندنا كواليس كتير جدا هنتكلم فيها ولقطات حصرية كتيرة جدا بنعرضها لحضراتكم على مدار حلقة اليوم. عايز أتكلم سريعا عن مباريات الأمس في مختلف الدوريات والبطولات. كأس العالم للأندية كانت مباراة مونتري المكسيكي مع ليفربول، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1، مباراة تألق فيها بشكل ملفت محمد صلاح، ساهم في الهدف الاول او عمل اسيست في الهدف الاول لنابي كيتا، وبعد كده مونتري تعادله بعديها بدقيقتين ومع الدقيقة 91 من الوقت بدل ضايع في من عمر المباراة، قدر فيرمينيو بعد مساهمة أيضا من محمد صلاح في هذا الهدف إن هو يحرز هدف الفوز، وبالتالي ليفربول هتقابل فلامينجو البرازيلي في نهائي كأس العالم. امبارح طبعا الكلاسيكو كانت مباراة حلوة قوي فنيا بصراحة، لكن كان ينقصها الأهداف، لكن ريال مدريد تفوق على مدار أحداث المباراة، ما كانش موفق في إحراز الأهداف. برشلونة كانوا بعيد شوية عن مستواهم، لكن في كل الأحوال المباراة خلصت بتعادل السلبي 0-0 عشان يوصلوا الفرقتين تصدرهم لبطولة الدوري، فرق الأهداف بس لبرشلونه 36 نقطه لكل فريق. طيب الدوري الايطالي امبارح كان في ماتش ما بين بيرشيا وساسولو خلص 2-0، ومباراه ما بين سامبادوريا، ايوه لحقتني على طول انت عمر، سامبادوريا ويوفنتوس. المباراه دي والهدف ده الناس الحديث عن مباراه الكلاسيكو، يعني المفروض رونالدو احنا كنا متعودين ان هو متواجد في مباراه ريال مدريد وبرشلونه، لكن الراجل مشي راح يوفنتوس، لكن في نفس الوقت حتى في نفس توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة رونالدو بيفرد نفسه بهذا الهدف. ايه يا ابني الجون ده؟ مش معقول الراجل طلع فوق مش عارف كم متر بصراحة، يعني هو كان يعني الصورة دي في صورة كمان غيرها لو نعرف نجيبها، كانت ركبه فوق عند دماغ مدافع سامبادوريا، جون اسطوري وجون تاريخي، ومش اول مره يجيبه رونالدو، كذا مره مع منتخب بلاده مع مانشستر يونايتد ومع ريال مدريد جاب اهداف بنفس الطريقه. الجامب بتاعه غريب مش عند اي لاعب في الدنيا، فيفضل رونالدو طبعا اسطوره كبيره من اساطير كره القدم على مدار التاريخ بالطبع، واسطوره حيه بنستمتع بيها في الملاعب خلال الفتره الحاليه. طيب كاس رابطه الاتحاد الانجليزي امبارح كان في ماتشات ايفرتون وليستر سيتي، انتهت الوقت الاصلي 2-2 وضربات الجزاء 4-2 لليستر سيتي، ايضا مباراه اوكسفورد يونايتد ومانشستر سيتي 3-1 لمانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد لعبت كولشستر في الربع النهائي ايضا وفوز مانشستر يونايتد 3-0، بالتالي هيبقى مواجهه في النصف النهائي ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كاس رابطه الاتحاد الانجليزي او رابطه المحترف. طيب دي كانت بعض الامور مع بدايه حلقتنا النهارده، خلينا نروح نشوف اهم العناوين اللي كتبت عن النادي الاهلي في صحف اليوم. يلا في الاخبار، قمه الاثاره والمتعه ونوت الفيضه الصغيره الليله باستاد الماكس، الاهلي الجامح يصطدم بالاسماعيلي الطامح، فايلر حيران بسبب الاصابات والسلحدار طمعان في النقاط الثلاث. الشروق في انطلاق الجولة التاسعة للدوري، الأهلي يواجه الإسماعيلي في مباراة خارج التوقعات، فايلر يواجه أزمات لإصابة رمضان وفتحي وإرهاق لاعبيه وضغط المباريات، السلحدار يبحث عن إيقاف الأحمر وتحقيق الفوز الثالث على التوالي. في الأخبار المسائي، الرغبة في مواجهة الانتفاضة، الأهلي والإسماعيلي متعة كلاسيكية في ظروف استثنائية.
المساء الليلة في المكس أهلي فايلر وإسماعيل السلحدار قمة على نار، الأحمر يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة والدراويش يطمعون في كسر النحس. الوفد إصابة رمضان تربك حسابات فايلر والسلحدار يتحدى بالقوة الضاربة، الإسماعيلي يتحفز لإيقاف انتصارات الأهلي في صدام مثير بالمكس. الوطن غيابات بالجملة في قمة الأهلي والإسماعيلي بالدوري الليلة، صبحي وفتحي خارج تشكيل الأحمر، سعد سمير في حسابات فايلر، معلول جاهز للمشاركة والسلحدار نلعب لحصد نقاط المباراة. الأهرام كواليس الأحمر، خلاف بين رينيه ومعاونيه بسبب تشكيل قمة المكس. الأهرام الأهلي يرفع عقود لاعبيه إلى 9 ملايين جنيه، تجهيز كهرباء لتعويض غياب رمضان صبحي. الدستور التخطيط تطلب مشاركة حسين وصالح خوفا من مخطط الرد على صفقة كهرباء، الأهلي يخشى مفاجآت الإسماعيلي ورمضان صبحي يغيب شهرا ونصف للإصابة. روزل يوسف الفولت يؤمن احتياجات الأهلي من الطاقة الهجومية، وليد سليمان وجونيور أجاي الضحايا الأقرب لتواجد كهرباء في التشكيل الأساسي للفريق. طيب طبيعي جدا الكل النهارده بيتكلم عن مباراه الاهلي والاسماعيلي فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي يعني في الصحف اليوم. مباراه طبعا مهمه جدا وهنشوف من الناحيه الفنيه مباراه قويه، ليه بقى؟ لان الاسماعيلي اكيد فريق كبير عنده تاريخ كبير بيلعب مباريات الاهلي على الفوز من المباريات اللي بتبقى مفتوحه، فبالتالي باذن الله هنشوف اداء ممتع من الفرقتين وبالاخص ان شاء الله من النادي الاهلي في هذه المباراه. مش هنشوف بقى الجوانب الدفاعيه اللي احنا شفناها في مباراه حرس الحدود السابقه لان في فرق في الامكانيات ما بين الاسماعيلي وحرس الحدود مع كل الاحترام والتقدير طبعا لفريق حرس الحدود، لكن ان شاء الله هنشوف مباراه مفتوحه ومميزه وان شاء الله يكون النتيجه بتاعتها فوز النادي الاهلي باذن الله تعالى. فبالتالي خلينا نبتدي بجريده الاخبار واللي قالت ايه النهارده عن النادي الاهلي. الاخبار قالت ان قمه الاثاره والمتعه ونوت الفايده الصغيرة، الفايدة الصغيرة دي عبارة عن نوة بتيجي في اسكندرية يعني كل سنة وبتبقى بتعمل صعوبات في الصيد بالنسبة لمراكب الصيد يعني وبتقعد حوالي 4 5 أيام، من المتوقع إن هي هتيجي مش يعني بعد المباراة، يعني كان يقال إن هي من يوم الخميس أعتقد لحد دلوقتي الأجواء كويسة في اسكندرية ممكن تبقى من بكرة يعني، لكن في كل الأحوال هي هتبقى فعلا قمة إثارة ومتعة. النهارده في استاد الماكس الاهلي الجامح قصدهم يعني الاهلي المنتشي بالانتصارات العديده، 6 انتصارات متتاليه ما شاء الله لا قوه الا بالله في بطوله الدوري، ان شاء الله النهارده الانتصار يكون الانتصار السابع على التوالي، يصطدم بالاسماعيلي الطامح واللي فاز في اخر مباريتين وعنده دوافع مختلفه وجهاز فني جديد بقياده الكابتن ادهم السلحدار. موضوع ان فايلر حيران بسبب الاصابات ما فيش حيره ولا حاجه، او حيره بتبقى طبيعيه لان انت ممكن يكون عندك لاعبين كنت بتعتمد عليهم بشكل اساسي سواء السوليه واحمد مش احمد فتحي يعني خلينا نقول احمد فتحي كان ما بينه وبين محمد هاني الكلام يعني دائم يعني، لكن السوليه بالتحديد ورمضان صبحي من العناصر الاساسيه في تشكيل النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت، فالحيره هتبقى في المركزين دول لكنها ان شاء الله باذن الله محسومه يعني ومعروفه. السلحدار طبعا في النقاط الثلاثه وده طبيعي وسمه النادي الاسماعيلي دايما، النادي الاسماعيلي فريق كبير ومباريات بتبقى كبيره اكيد بيبقوا عايزين يكسبوا برضه، هم بقى لهم فتره ما بيكسبوش النادي الاهلي من 2010 وان شاء الله الفتره دي تستمر طبعا مع احترامنا ليهم بكل تاكيد وباذن الله الاهلي يكون فائز اليوم. نروح للشروق، الشروق بتتكلم وبتقول في انطلاقة الجولة التاسعة للدوري، طبعا في بكرة كمان بقية المباريات وبعده جمعة وسبت في مباريات أخرى في الدوري لكن هي أول مباراة فعلا في الجولة التاسعة، الأهلي يواجه الإسماعيلي في مباراة أو في مباراة خارج التوقعات طبعا، فايلر يواجه أزمات الإصابة ورمضان وإرهاق لاعبيه وضغط المباريات وهيتم التعامل يعني كل العقبات اللي بتواجهك فيما يتمثل بالإجهاد أو الإصابات هتتم التعامل إن شاء الله معاها بشكل مميز. والسلحدار يبحث عن ايقاف الاحمر وتحقيق الفوز الثالث على التوالي. الاسماعيلي فاز في اخر ماتشين في بطوله الدوري بعد تذبذب في النتائج، فاز على المقصه وفاز على اف سي مصر، في الماتشين دول كان خلاص المدير الفني الاولاني السربي على ما اعتقد يعني كان مشي وجه كابتن ادهم السلحدار، فازوا كمان دي ثالث مباراه ليهم على التوالي اللي هي بعد مباراه اف سي مصر كسبوا 3 مباريات
ماتشين في الدوري وماتش في كاس مصر بعد ما كسبوا الاعلاميين. اخر هزيمه ليهم كانت امام الاتحاد السكندري بنتيجه 3-0. طبعا الاتحاد فرقه كبيره السنه دي في الحقيقه يعني. طيب نروح للاخبار المسائي والرغبه في مواجهه الانتفاضه. الرغبة الموجودة عند النادي الأهلي اللي هي رغبة دائمة، هو أو بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في الفوز دائما في أي مباراة، لكن في نفس الوقت انتفاضة نادي الإسماعيلي، فمن هنا جاية صعوبة هذه المباراة. لو المدير الفني اللي قبل كده والريتم كان نازل كانت المباراة هتبقى أسهل نسبيا، رغم إن هي برضه مباريات خارج التوقعات، لكن بدوافع جديدة وطموح جديد عند اللاعبين وسعي لاثبات الذات عند بعضهم، فبالتالي من هنا جايه صعوبه مباراه الاهلي والاسماعيلي، وهي متعه كلاسيكيه في ظروف استثنائيه بسبب الاصابات يعني اللي بيعاني منها الفرقتين. يعني الاهلي مثلا بيعاني زي ما حضراتكم عارفين من غياب احمد فتحي، رمضان صبحي وعمرو السليه. الاسماعيلي ايضا بيعاني من بعض اصابات محمد حمدي زكي، ابراهيم ابو اليزيد ووجيه عبد الحكيم، بعضهم اصابات والبعض الاخر وجهه نظر فنيه. من اهم نجوم طبعا الاسماعيلي همام طارق وعبد الرحمن مجدي. همام طارق العراقي لعيب مميز جاب جون في اخر مباراه، وعبد الرحمن مجدي طبعا لاعب منتخبنا الاولمبي ولاعب ايضا مميز جدا. كان في شكوك حول اسامه ابراهيم لكن اعتقد انه هيشارك في المباراه، ده بالنسبه لنادي الاسماعيلي. نروح للمسا والليله في المكس، اهلي فايلر واسماعيلي السلحدار، قمه على نار، قمه ساخنه بكل تاكيد. الاهلي يسعى للحفاظ على العلامه الكامله، والدرويش يطمعون في كسر النحس، قصدهم كسر النحس ده يعني بقى لهم فتره ما بيكسبوش النادي الاهلي، ان شاء الله تستمر. طيب نروح للوفد واصابه رمضان تشبك حسابات فايلر، والسلحدار يتحدى بالقوه الضاربه. اصابه رمضان طبعا مؤثره يعني اكيد هتبقى اصابه مؤثره، هو ابرز لعيب في الدوري المصري السنه دي ما فيهاش نقاش يعني، لكن انت هتعوض رمضان بقى، عندك حلول كتير جدا، اجي مثلا وتلعب بمهاجم، حسين الشحات يبقى في المكان ده، جيرالدو يبقى في المكان ده، عندك برضو وليد سليمان ممكن يبقى في المكان ده، في حلول كتيره جدا. الانسب اكيد هيشوفه مستر فايلر وهينفذه يعني. لو التشكيل طلع في اي وقت طبعا هنقول لحضراتكم على مدار الحلقه اكيد يعني. الاسماعيلي يتحفز لايقاف انتصارات الاهلي، عناوين كلها متشابهه بخصوص هذه القمة في الحقيقة، قمة الأهلي والإسماعيلي. طيب نروح للوطن، وبتتكلم عن الغيابات اللي في هذه المباراة، وكل جريدة بتحاول تحلل المباراة من وجهة نظرها يعني، أو تتكلم عن ما قبل هذه المباراة. الأهلي والإسماعيلي بالدوري الليلة، صبحي وفتحي خارج التشكيل الأحمر، سعد سمير في حسابات فايلر، معلول جاهز للمشاركة، أو معلول جاهز للمشاركة لسه مش عارفين هل معلول اللي هيلعب بعد عودته من الاصابه على طول، ولا محمود وحيد هيكون ليه الافضليه عشان بيشارك في اخر فتره، برضو القرار عند الجهاز الفني. السلاح دار بيقول ان هو بيلعب يعني عشان يفوز في هذه المباراه، ده امر طبيعي يعني. الاهرام المسائي لو تتكلم عن كواليس الاحمر وتقول لك ايه خلاف بين رينيه ومعاونيه، ليه ما نقولش ان هي مشاورات بين رينيه ومعاونيه، مش خلاف، ما فيش خلاف ولا حاجه طبعا يعني، بسبب التشكيل وكلام من ده يعني. يعني هم الناس بتحاول تتكلم وتحلل، وده طبيعي واجبهم ودورهم وشغلهم في الحقيقه، لكن في كل الاحوال هي بتبقى مشاورات ما بين عناصر الجهاز الفني بشكل طبيعي جدا يعني. لو ايه رايك، طب نلعب بفلان بعد ما اتصاب رمضان مثلا، طب نلعب باليو ديانج مثلا بعد ما غاب عمرو السوليه، ممكن واحد يكون عنده راي، مستر فايلر يكون عنده راي اخر، واحد ثالث في الجهاز معاه كابتن سامي قمصان مثلا يكون عنده راي مختلف عن الاثنين التانيين، الراي في الاول في الاخر بيبقى لميل مستر فايلر، كلها مشاورات ليست خلافات يعني. نتحفظ شويه على كلمه خلاف بين ريني فايلر ومعاوني، مفيش خلاف ولا اي حاجه يعني. نروح للاهرام، ودايما الاهرام بيتكلموا في جوانب اخرى كده يعني، جوانب ماشي نعلق عليها. بيقول لك ايه، الاهلي يرفع عقود لاعبيه الى 9 ملايين جنيه. الجزئيه دي بتتعلق بموضوع اللائحه يعني، والفئات الخاصه بالتعاقدات اللي بيبقى عندك فئه اولى وفئه ثانيه وفئه ثالثه طبقا للاقدميه والكواليتي بتاع كل لاعب انت بتجيبه، ويعني الكلام عن ايه، عن ان الفئات دي هيتم تعديل عقودها يعني، اول فئه تبقى 9 مليون، ثاني فئه مثلا ممكن 8، ثالث فئه 7. اجتهادات وتوقعات من قبل كاتب هذا الخبر يعني صديقنا وزميلنا العزيز، لكن في كل الاحوال الكلام ده سابق لاوانه، لان التعديلات دي او تعديل اللائحه ده لو حصل هيبقى مع بدايه الموسم الجديد مش دلوقتي. دلوقتي في لائحه ماشي من خلالها الفريق، مش هتتغير في نص الموسم، ما بيحصلش في النادي الاهلي الا في بعض الاستثناءات اللي ممكن تكون من وجهه نظر المسؤولين او الجهاز الفني والاداري ان لازم نعمل استثناء في حاجه معينه او في مباراه معينه لان هي مباراه مهمه، كلها امور متروكه ليهم يعني. لكن في نفس الوقت
بيتكلم في ايه تاني؟ تجهيز كهرباء لتعويض غياب رمضان صبحي. طبعا صفقه كهرباء ما فيش غبار عليها، صفقه مهمه جدا فنيا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. كهرباء بيجيد اللعب في اكتر من مركز، اربع مراكز، اربعه فعلا. عندك وينج رايت، وينج ليفت، عندك مركز رقم 10 كصانع العاب، مركز المهاجم كمان بيجيد اللعب فيه. فبالتالي بيديك حريه في التفكير والاستراتيجيه اللي انت ممكن تكون عايز تنفذها. فمن هنا جايه اهميه تواجد كهربا. الاهميه وضحت اكتر بالنسبه للناس اللي كانت بتشكك في هذه الصفقه بعد اصابه للاسف رمضان صبحي. نتمنى الاثنين يكونوا موجودين، الاثنين يكونوا في الملعب، هيكونوا اضافه هجوميه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي بيتم تجهيز كهربا، اطمنوا كهربا جاهز، تدريبات تأهيلية، وبعد كده قريبا جدا جدا هينضم للتدريبات الجماعية مع الفريق عشان يستعد لأول مباراة لكهربا مع النادي الأهلي. هتكون إمتى؟ هتكون يوم 1 يناير أمام فريق مصر مقصة في بطولة الدوري في الجولة الـ11 من هذه المسابقة. احنا عندنا مباراة الإسماعيلي النهاردة، وبعد كده مباراة الاتحاد يوم الاثنين، وبعد كده هتلعب بلاتينيوم مع نهاية الشهر يوم 27 أو 28، وبعد كده تلعب مع المقصة يوم 1 في الشهر. هيكون متاح كهرباء وبنسبه كبيره اكيد طبقا للرؤيه الفنيه طبعا لمستر فايلر ممكن يكون متواجد في قائمه هذه المباراه، لان هيكون تم قيده خلاص. طيب دي كواليس حاليه وحصريه في هذه اللحظات من فندق اقامه النادي الاهلي، وواضح كده ان اللاعبين في تحركاتهم او في طريقهم للتواجد في قاعه المحاضرات، ولا خلاص هم كده بيتحركوا يا جماعه؟ كده بيتحركوا. طيب كده بيتحركوا ل ملعب المباراه استاد الماكس. طبعا شايفين في الصوره قدامنا حسام عاشور، محمد دهاني. حسام عاشور طبعا كلومه كبيره جدا جدا في النادي الاهلي، ولعيب بخبرات عظيمه، وتواجده النهارده هو بيعود بجانب كمان محمود متولي وعلي معلول، احد العناصر المهمه جدا اللي بتعود في تشكيله النادي الاهلي النهارده. هنشوف هيلعبوا ولا لا، لكن هم خلاص اللاعبين في هذه اللحظات وانتم شايفينهم كده ومعففين التشكيل خلاص. لسه بقى التشكيل هيتم الاعلان عنه بعد من انتهاء المحاضره منذ لحظات. المحاضره خلصت وتحركوا على طول زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، وفي طريقهم ل حافلة النادي الأهلي الخاصة بالفريق، واللي هتتوجه لاستاد الماكس. المسافة يعني حوالي تلت ساعة أو نص ساعة بالكتير من مقر الإقامة اللي أنا شايفه ده قدامنا، أو اللي حضراتكم شايفينه، في اتجاههم لاستاد الماكس بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين، وعندنا لاعبين غاية في القوة والسرعة والمميزات العديدة الفنية اللي بإذن الله بإذن الله تقودهم للانتصار وتكون عامل رئيسي جدا، بخلاف طبعا كل ما يتعلق بالجوانب الفنية الخاصة بالجهاز الفني. وليد أزارو موجود، بعض اللاعبين، شريف اكرامي موجود، مش عارفين لسه اللي هيلعب شريف اكرامي الشناوي، لكن خليني اقول لحضراتكم ان الاقرب الشناوي ده طبقا للاخبار اللي كانت خارجه امبارح ان الشناوي بيعاني من مشكله ما او اصابه او اجهاد، لكن بنطمن حضراتكم الشناوي حالته جيده. القرار هيبقى في النهايه هنعرفه مع انطلاق المباراه او قبل اللقاء بساعه، او ممكن خلال لحظات لو وصلوا الملعب بسرعه قبل ما الحلقه تخلص كده يا مسهل، عشان ايه نقول لحضراتكم التشكيل ان شاء الله. طيب دي لقطات حصريه هامه جدا. اوكي احنا اتكلمنا عن موضوع جريده الاهرام، ونروح لخبر الدستور. خلي اللقطات معانا على طول يا عماره، يعني خليها معانا، فاهم؟ تصرف يعني. الدستور قالوا ايه؟ قالوا ان التخطيط تطلب مشاركه حسين السيد وصالح خوفا من مخطط الرد على صفقه كهربا. لا يا جماعه، الامور في النادي الاهلي ما تبقاش ماشيه كده. انا مش هلاعب لعيب عشان اخاف ان هو يستغل حاجه معينه يروح الزمالك، الكلام ده مش مطروح ومش موجود. الاهلي او المدير الفني لو لاعب حسين السيد او صالح جمعه مثلا، هيبقى هيلاعبهم عشان هو محتاجهم، عشان هو عايزهم. بالتالي مش التفكير ما بيبقاش بالطريقه دي خالص. انا او كجهاز فني او كمدير فني هشوف ان انا في المباراه دي مثلا مباراه ما من ضمن المباريات محتاج حسين السيد، هلاعب حسين السيد، محتاج صلاح هلاعب صلاح جمعه عشان انا محتاجه، مش عشان اي اسباب اخرى، لان دايما وابدا مصلحه الفريق هي الاهم، مصلحه الفريق بتبقى فوق كل اعتبار. فانت عندك طبعا لاعبين
بقدرات حسين، لعيب مميز جدا وفي اعجاب بقدراته بالمناسبه، وايضا لعيب بقدرات وامكانيات صالح جمعه، وارد جدا جدا في يوم من الايام ان انت تحتاجه يعني خلال الفتره الجايه، خصوصا في ظل ضغط المباريات الواضح جدا. طيب نكمل الخبر، بيقول لك الاهلي يخشى مفاجاه الاسماعيلي، وهي يعني لا قدر الله لا قدر الله الاسماعيلي لو كسب مش هتبقى مفاجاه ولا حاجه، لان النادي الاسماعيلي نادي كبير طبعا، دايما بتبقى النسب اعلى بالنسبه للنادي الاهلي طبيعي جدا، لكن في نفس الوقت الاسماعيلي نادي كبير مش هتبقى مفاجاه ولا حاجه، لكن ان شاء الله في كل الاحوال الاهلي يخشى الهزيمه، او مش يخشى الهزيمه، هيبقى عامل حساباته واحتياطاته عشان ما يتعرضش للهزيمه في هذه المباراه لا قدر الله. رمضان صبحي يغيب شهر ونص، الاصابه ده معروف خلاص. روزا اليوسف، عجبني خبر روزل يوسف النهارده لانه خبر تحليلي شويه، والاخبار التحليليه دي والاستنتاجات والتفكير في التشكيل هيبقى عامل ازاي مع انضمام صفقه جديده، دي من ضمن التقارير بتبقى مميزه جدا في الحقيقه. بيقول لك الفولت اللي هو كهربا طبعا يؤمن احتياجات الاهلي من الطاقه الهجوميه، عنوان موفق جدا في الحقيقه. وليد سليمان وجونيور اجاييه الضحايا الاقرب لتواجد كهربا في التشكيل الاساسي للفريق، وهنا بيقول لك ايه الاماكن اللي ممكن يلعب فيها كهربا. طب لو لعب كهربا مثلا في مركز المهاجم كده هيبقى جونيور اجاييه مش هيلعب في المركز ده، لكن وارد ان جونيور اجاييه يلعب في مركز ثاني لانه بيجيد في اكتر من مركز، برضه عنده حلول ويقدر يدي حلول للمدير الفني في اكتر من مركز في الحقيقه جونيور اجاييه وكهربا. نفس الكلام بالنسبه لوليد سليمان، بيقول لك ممكن يبقى لو كهربا لعب مركز 10 يبقى وليد سليمان مش هيبقى موجود في التشكيل الاساسي، كلها يعني تنبؤات كلها تحليلات مميزه جدا من زمايلنا في الحقيقه يعني، لكن في كل الاحوال انت وارد تلاقي كلهم بيلعبوا في التشكيل الاساسي برضه، وده بسبب ان انت عندك اكتر من جوكر في التلت الامامي في الحقيقه. طيب دي لقطات حصريه دلوقتي، تحرك الاتوبيس في اتجاهه الملعب المباراه استاد الماكس بالاسكندريه، وان شاء الله باذن الله باذن الله يكونوا موفقين، كل التوفيق في مباراه اليوم. هنفضل معاكم لحظه بلحظه بخصوص المباراه وبخصوص تحركات الفريق حتى موعد وصولهم ان شاء الله باذن الله تعالى لاستاد الماكس. طبعا هيوصلوا استاد الماكس، هيبقى في تعليمات اخيره من مستر فايلر للاعبين، الحديث هيبقى مستمر عن كيفيه مواجهه الخصم، التعامل مع بعض العناصر، اكيد الاهلي كمان والاسماعيلي برضه، اول ما يوصلوا كل واحد هيعرف تشكيل الثاني لان التشكيل هيتم الاعلان، فممكن يبقى في بعض التغييرات الطفيفه او التعديلات بناء على تشكيل كل فريق، لان خلاص اكيد مستر فايلر درس الاسماعيلي بشكل مميز، واكيد برضه كابتن ادهم صلاح دار درس النادي الاهلي بشكل مميز، وفرقتين فرقتين كبار، فبالتالي خلال نص ساعه من دلوقتي اكيد التشكيل هيتم الاعلان عنه، وباذن الله يكون موفق مستر فايلر في التشكيل وفي تغييراته على مدار المباراه طبقا للظروف طبعا الخاصه بمباراه اليوم. بصراحه لو كسبنا النهارده هيبقى او هتبقى خطوه مهمه قوي، مهمه قوي في مشوار النادي الاهلي. هتقولي ما احنا لسه كنا بنتكلم امبارح بنقول ان لسه بدري والدوري طويل، لا هقول لك احنا بنلعب فريق بحجم نادي الاسماعيلي، لما تكسبه النهارده وسابع انتصار ليك على التوالي في ظل تعثر المنافسين او ابرز المنافسين اللي بيتمثلوا في الزمالك وبيراميدز، فبالتالي دي حاجات ايجابيه كلها ليك يعني. نفس الكلام بالنسبه لمباراه الاتحاد، ان شاء الله باذن الله ما نعدي مباراه النهارده، لو كسبت مباراه الاتحاد يبقى انت بقى كده ايه ماشي بشكل ممتاز ان شاء الله باذن الله تعالى، تبقى عندك اريحيه شويه. الاريحيه هتبقى بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في تعديلات بقى في التشكيل في مباريات الدوري نسبيا بحسابات محدده ومعينه، عشان انت برضه هتبقى عايز تكسب اي مباراه، لكن في نفس الوقت انت عندك تحدي افريقي ايضا بتركز فيه، فحصد النقاط بشكل مبكر واكبر كم ممكن من النقاط في بدايه بطوله الدوري، ده هيريحك شويه في المنافسه الاخرى والاهم السنه دي ايضا مسابقه بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي ان شاء الله يكونوا موفقين في مباراه اليوم ونخلص من المباراه وناخد 3 نقاط، وبعد كده نفكر بقى في مباراه الاتحاد يوم الاثنين باذن الله عشان نقفل الملف المحلي بعد مباراه الاتحاد ونركز مؤقتا في الملف الافريقي بمباراه بلاتينيوم. شغف كبير دايما عند جمهور النادي الاهلي، انا عارف احنا دايما بنبقى عايزين مباراه الاهلي، احنا لو ينفع الاهلي يلعب كل يوم هنبقى مبسوطين جدا يعني. لكن في كل الاحوال ده طبيعي ما ينفعش، لكن بيبقى في ترقب وشغف وانتظار لاي مباراه خاصه بالنادي الاهلي في مختلف التحديات والبطولات، دوري ودوري ابطال افريقيا. دايما دوري ابطال افريقيا الواحد لما بيقول اسم دوري ابطال افريقيا بيبقى نفسه البطوله دي ترجع لنا تاني، لان بطوله مهمه جدا، ولما بنتفرج كمان على اجواء كاس العالم وبطوله كاس العالم للانديه نفسنا نشوف النادي الاهلي في هذه الاجواء مره سادسه بقى، مش مره ثانيه ولا حاجه. طيب التحرك واضح زي ما حضراتكم شايفين كده، وتحركات الفريق ليه
ملعب استاد الماكس واللي هيستضيف مباراة الأهلي والإسماعيلي. طيب خلينا نروح لأخبار الأهلي في المواقع، يلا بينا. موقع الكابتن: فايلر يستعين بجيرالدو ومعلول وأليو ديانج لتعويض الغيابات. في اليوم السابع: محمد الشناوي جاهز لحراسة مرمى الأهلي أمام الإسماعيلي. سوبر كورة: عمرو السولية يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري. وان ثري: فايلر يلجأ إلى حيلة ماكرة لحسم لقاء إسماعيلي ومواجهة الغيابات. موقع مبتدا: هل يخضع رمضان صبحي للحقن بالبلازما؟ طيب اخبار كتيره متعلقه بالنادي الاهلي ايضا في المواقع، في بعض الاخبار المختلفه لكن معظمها طبعا عن مباراه اليوم. خلينا نبتدي بموقع الكابتن واللي بيتوقع تشكيل النادي الاهلي لمباراه اليوم امام الاسماعيلي. هما بيتوقعوا ايه؟ قالوا ان هيكون الاقرب محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، محمد هاني، طبقا لتوقعات موقع الكابتن. يعني في نص الملعب: اليو ديانج اللي هيعوض غياب عمرو السوليه، أفشة هيكون بجواره، وأمامهم حسين الشحات، وليد سليمان، وجيرالدو، وأجاييه. ده طبقا لتوقعات موقع الكابتن. لسه التشكيل الرسمي ما نزلش لحد دلوقتي لأن الفريق زي ما حضراتكم شفتوا منذ لحظات كده في طريقهم لاستاد الماكس. طيب خلينا نروح لليوم السابع. موقع اليوم السابع قال إيه؟ عايشنا في الأجواء دايما يا عمارة كده، هات لنا لقطات التحرك. يعني اليوم السابع بتكلم عن جاهزية محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي أمام الإسماعيلي. اللاعب جاهز، كان في شكوك بسيطة كده لكن هو أعتقد أنه هو خلاص جاهز، وهنعرف بشكل أوضح بعد قليل لما يتم الإعلان عن التشكيل. حتى لو مش موجود محمد الشناوي، ما في شريف إكرامي طبعا لاعب مهم وكبير وحارس مرمى كبير دايما. طيب خليني أروح لسوبر كور. سوبر كورة بتتكلم عن عمرو السولية وعودته في قائمة مباراة الاتحاد السكندري، وعودة هي طبعا متوقعة جدا لأن عمرو السولية كان عنده نزلة برد قوية، ونزلة البرد دي يعني خليته بعيد عن مباراة اليوم، لكن إن شاء الله هو بياخد أدوية خاصة بالبرد وإن شاء الله يكون متاح في مباراة الإسماعيلي بكل، أو عفوا في مباراة الاتحاد إن شاء الله بإذن الله تعالى بكل تأكيد. طيب خليني أروح لموقع وان ثري. موقع وان ثري بيقول إيه؟ بيقول إن فايلر يلجأ إلى حيلة ماكرة لحسم لقاء الإسماعيلي ومواجهة الغيابات. والحيرة أو الفكرة يعني وان ثري بيقول لك إن هو هيلجأ للأجانب وإن ده الحل السحري، يعني سواء عودة علي معلول دي إضافة قوية جدا بالنسبة للفريق، وأيضا فيما يتعلق بتواجد أجاييه هيبقى في حرية في اختيار مكان أجاييه، هل هيعوض مكان رمضان صبحي أو هيلعب مهاجم زي ما هو، أيضا في ظل تواجد جيرالدو وديانج اللي هيكون مكان عمرو السولية. هنشوف كل هذه الأمور، ودي كانت بعض التوقعات الخاصة والأخبار الخاصة في المواقع بمباراة الأهلي والإسماعيلي. إن شاء الله كل التوفيق، كل التوفيق لنادي الأهلي في هذه المباراة، وبإذن الله يحصد 3 نقاط جديدة في مشواره عشان يبقى الفوز رقم 7 على التوالي في بطولة الدوري مع انطلاق هذه البطولة، وقبل مباراة أخرى غاية في الأهمية أمام الاتحاد السكندري يوم الاثنين القادم باذن الله. كنت عايز اتناول مع حضراتكم توقعاتكم لمباراه الاهلي والاسماعيلي النهارده، لكن واضح ان التوقعات ما نزلتش على الصفحه الرسميه للقناه يعني زي ما نوهنا في اول الحلقه، لكن في كل الاحوال ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، بكره اجازه ان شاء الله يوم السبت، نبارك لبعض فوز النادي الاهلي على الاسماعيلي باذن الله تعالى. استنونا، الى اللقاء.